فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما؟ إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان بينهما؟ اتهمت المرأة زوجها بالزنا فهل يكون هناك لعان؟ لا، هذا لعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تقديم الورود؟ إذا إنها قذفته يقام عليها حد القذف ولا يسقطه اللعان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.